مساء الخير عليكم جميعا. السيد محافظ الشرقية السابق بيدعم حملة اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والجرائد الرسمية المصرية بتدعم حملة اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، والشركة المنظمة للحفلة بيع 70% من التذاكر مع ان الحفلة كمان 17 يوم لسه بدري. فحلوة سيادة المحافظ، انا اتقال لي اسكندرية لا ترحب بيك يا محمد رمضان، هقوم البس دلوقتي وانزل اسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في حلقه جديده وخبر جديد شاغل كل السوشيال ميديا. منع محمد رمضان من دخول الاسكندريه، وكل الاسكندرانيه الجدعان قالوا لا لدخول محمد رمضان ومنعوا شراء التذاكر بتاع الحفل بتاعته. محمد رمضان طلع على السوشيال ميديا وبدأ ينهار ويبكي بعد ما محافظ الاسكندرية قرر انه يدعم مبادرة منع محمد رمضان من دخول محافظة الاسكندرية. هنجيب لحضراتكم كل التفاصيل، ولكن في البداية دعمونا باللايك والشير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد. محمد رمضان كالعادة للأسف ترند، ولكن بيكون ترند في كل حاجة سيئة، والمرة دي حاجة إيجابية من محافظة الأسكندرية وكل الشعب السكندري الجميل اللي فعلا أثبتوا إن هم نمبر ون. مش محمد رمضان اللي بيقول على نفسه نمبر ون، لا، دول هم اللي أثبتوا إن هم نمبر ون ورقم واحد في الأخلاق ورقم واحد في الفن، فعلا بلد الفن الجميل. قالوا لا لمحمد رمضان لمجرد بس إنه أعلن عن حفل هيقام في محافظة الأسكندرية يوم 7 أكتوبر القادم. فكل الاسكندرانية الجدعان عملوا على السوشيال ميديا حملة ضد محمد رمضان. للأسف محمد رمضان علشان يخبي على خيبته وعلى وكسته التقيلة طلع بيقولك دي حملة ممنهجة، ما يعرفش ان كل اللي عمله وكان بيتمادى في الحاجات السيئة هي دي نتائجها او النتيجة بتاعتها، ان الناس كرهته خلاص ومبقوش عاوزين يشوفوه ولا في الغنى، مع انه اصلا ملوش في الغنى ولا حتى على التلفزيون. محمد رمضان طلع النهاردة وتحديدا بعد ما محافظ الاسكندرية طلع ودعم مبادرة الشباب على السوشيال ميديا، وقال احنا بالفعل كلنا كاسكندرانية بنمنع دخول محمد رمضان وبنقول له لأ مش عاوزينك تعمل عندنا حفلات، لأن احنا أولا بلد الفن الجميل، محافظة الفن الهادف، طلع من عندنا سيد درويش ونجوم كبيرة جدا في عالم الفن، تيجي انت في الآخر قلع قميصك ومبين لي صدرك ولابس سلسلة وتطلع تستعرض وتعمل لي في عضلاتك وفي الآخر تقول لي أصلا أنا فنان وأن أنا بغني وليا جمهور؟ لأ يا سيدي مش عاوزينك، روح بعيد عننا. فعلا كسفة تستحق ان احنا نرفع القبعة لكل اهالي محافظة الاسكندرية اللي فعلا اثبتوا انهم نمبر ون، وانا بضم صوته لصوتهم وبدعي حضراتكم في اي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لو محمد رمضان جاي يعمل اي حفلة في اي مكان امنعوه، لانه فعلا دمر اجيال ولسه هيدمر، ويكفي الحركة الخسيسة اللي عملها مع الطيار اشرف ابو اليسر عليه رحمة الله لما موت الراجل من قهرته، لما موت الراجل مليون مرة قبل ما يتوفى في الحقيقة بسبب انه اتطرد من شغله بسبب محمد رمضان. الموضوع ده طبعا اكيد حضراتكم عارفينه، واللي ما يعرفوش محمد رمضان كان دخل على الطيار اشرف ابو اليسر في الطيارة وهي في الجو، دخل واخد صورة سيلفي مع الطيار اشرف ابو اليسر، وطبعا ده في حكم القوانين وزارة الطيران ممنوع منعا تاما، لان انت كده بتعرض كل الطاقم اللي موجود على الطيارة والارواح البشرية اللي موجودة على الطيارة للخطر. فعلشان كده رفضوا الطيار اشرف ابو اليسر، وطبعا ساعتها طلع يتوسل لمحمد رمضان ويقول له طب اقف جنبي، طب ادعمني ماديا، طب مش عارف ايه. محمد رمضان ولا هو هنا، وللأسف لحد اللحظة دي على الرغم ان المحكمة حكمت تقريبا بستة مليون للطيار اشرف ابو اليسر كتعويض من محمد رمضان، بيماطل ومش عاوز يدفعهم. حسبي الله ونعم الوكيل، وهي دي النتيجة. وعاوز اقول لك ان انت خلاص نهايتك قربت، وبالفعل ان لم تكن نهايتك حصلت وانت خلاص انتهيت. منتظر طبعا اراء حضراتكم في الحملة الجميلة اللي عملتها اهالي الاسكندرية وكل الشباب في محافظة الاسكندرية اللي طبعا اثبتوا ان هم رجالة واصحاب ذوق رفيع جدا واصحاب فن هادف بالفعل. منتظر ارائكم وبشكرك، وما تنساش تدعمنا باللايك والشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديدنا. سلام.